حلقة جديدة من كشك الصحافة نطالع فيها. من موقع الموقع بوست، تحقيق استقصائي بلح اليمن في نخلة دبي. لوموند الفرنسية تقول محاصرة غرق المهاجرين قبالة جيبوتي تصل إلى 30 قتيلة. ومن الأخبار المنوعة، مطاردو السحرة في الهند يقتلون سيدة وأطفالها الأربعة. أهلا بكم. كشف تحقيق استقصائي نشرته عدد من المواقع الإخبارية منها الموقع بوست عن امتلاك مسؤولين يمنيين سابقين وحاليين عقارات بملايين الدولارات في جزيرة النخلة في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. وذكر التحقيق الصادر ضمن مشروع مشترك بين شبكة أرجل الصحافة الاستقصائية ومؤسسة مكافحة الجريمة المنظمة والفساد، ذكر أن المسؤولين أو أقاربهم يمتلكون عقارات هناك تتراوح قيمتها بين 650 ألفا و 3 ملايين و 800 ألف دولار، بينما يمتلك بعضهم أكثر من 10 عقارات تقدر قيمتها بملايين الدولارات. ووفقا للتحقيق، فإن خالد نجل الرئيس السابق صالح يعيش حاليا في الإمارات ويدير أموال والده وعمليات غسيل أموال للتهرب من العقوبات المفروضة على والده وآخرين. وأوضح التحقيق أن ابن شقيق الرئيس السابق علي عبد الله صالح توفيق صالح، الذي كان يستحوذ على إدارة الشركة الوطنية للتبغ والكبريت، لم يكتفي بواحدة من أكبر الشركات اليمنية وأعلاها إيرادا، بل أسس عدة شركات منها شركة تدعى زونك للخدمات النفطية والمسجلة في قبرص مع شريك أردني. أما يحيى محمد عبد الله صالح فيشير التحقيق إلى أنه يملك العديد من الشركات، منها شركة ألماز للخدمات النفطية التي تعمل مع شركة توتال الفرنسية في اليمن، ويمثل شركة السلع الفرنسية NFI التي تم ذكرها في وثائق ويكيليكس حول تقاسم المصالح النفطية في اليمن ما بين متنفذين في السلطة. مقالنا الأول في هذه الحلقة يتحدث عن في الشأن اليمني عن خلفية قضية حجور، وهو مقال للدكتور علي عرجاش نشر في موقع يمن الغد. قال فيه: تم تكليف فريق من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل بالنزول إلى عاهم، وهي جزء من مديرية كشر، لمعرفة آثار الحرب الظالمة للميليشيا ضد هذه المنطقة. لكن الميليشياويين في مؤتمر الحوار عملوا على منع الفريق من الانتقال من حرض إلى عاهم، وبذلوا كل طاقاتهم وجهودهم كي لا يذهب الفريق إلى هناك بدعوى أن المنطقة فيها حرب. كان الغرض منعهم من الذهاب للمنطقة كي لا يعرف الناس ما الذي يجري هناك، وعن حجم جرائم الميليشيا في المنطقة، وعن النازحين والمشردين، وعن الدمار الذي لحق بسوق عاهم. تواصلت مع رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل وأمانته العامة وبعض الأعضاء المؤثرين فيه، وشعرت حينها بضعف استيعاب الكثير ممن تحدثت معهم لقضيتنا وما حصل لأبناء المنطقة من دمار وتنكيل وقتل وتعطيل للحياة هناك. وقد نجحنا في إقناعهم بأن الحرب توقفت، وعلى أعضاء الفريق فقط أن ينتبهوا من أن يسلكوا طرقا فيها ألغاما زرعتها ميليشيا الموت، وأن أبناء المنطقة سيساعدونهم في ذلك. لكن ضغط الميليشياويين ومسانديهم ممن لم يكونوا يعيشون حالة المكايدات السياسية كان أقوى وتأثيرهم أكبر، لذلك لم يذهب الفريق. ولأن المساندين وقتها كانوا قلة، فقد عجزنا عن إعادة إقناعهم مرة أخرى. وفي هذه الظروف حاولت الميليشيا دخول المديرية منذ عام ونصف تقريبا، ورفض أبناء المديرية ذلك، ثم عادوا منذ ما يقارب 5 أشهر يعدون العدة ويشترون البعض بالمال الذي كان يفترض أن يذهب لمعلمي المديرية كي يقوموا بواجبهم. أوشك العام الرابع للحرب في اليمن على الانتهاء، وما تزال معاناة محمد عبد الرقيب مستمرة كحال العديد ممن يعيشون نفس ظروفه، كما ذكر موقع المشاهد. بعد أن فجر مسلحو جماعة الحوثي منزله ومنزل أخيه الواقعين في قرية الميهال بمديرية مشرعة وحدنان جنوب مدينة تعز صيف 2015، يقول عبد الرقيب للمشاهد: إن مسلحي الحوثي أشعلوا الحرب في المديرية مستخدمين كافة أنواع الأسلحة. وأضاف متذكرا مأساته:
كانت أسرتنا مكونة من 8 ذكور و9 إناث مجتمعة في غرفة، عندما كان مسلحو الحوثي يزرعون 20 لغما في الطوابق السفلية للمنازل وتوصيلها بسلك كهربائي إلى مسافة بعيدة قبل تفجيرها، رغم علمهم بتواجدنا داخل المنزل. نجت أسرة محمد عبد الرقيب من الموت المحقق، لكنها لم تنجو من التشرد والنزوح، يضيف محمد والحزن يعتصر قلبه. خرجنا من بيوتنا نازحين ولا نزال إلى اليوم لا نجد منزلا نأوي إليه، فمعظم أفراد أسرتي يعانون صدمة نفسية حتى الآن جراء الحادثة، وفقد طفلي ذو العامين حاسة السمع بسبب الانفجار، مضيفا نتمنى أن تعاد لنا بيوتنا ونستريح من هذه المعاناة. تساءل الكاتب محمد الدبعي في مقال نشره بموقع عدن نيوز، هل نصدق لخشع أم أمهات المعتقلين؟ ثم عاد ليجيب. قبل أيام ظهر نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع ليدلي بتصريح صادم يؤكد فيه ما سبق أن قاله قبل بضعة أشهر، أن لا سجون سرية إماراتية في عدن أو حضرموت ولا معتقلين ولا مخفيين. في الحقيقة نحن لا نتحدث عن سجن واحد فقط، بل عدة سجون في أماكن متفرقة من البلاد، وكذلك في مدينة عصب الإرتيرية، ويعد سجن بئر أحمد واحدا من 5 سجون سرية، ويوجد سجن ثان كما تشير التقارير في قاعدة البريقة حيث مقر القوات الإماراتية شرقي عدن، وآخر في قاعدة العند العسكرية وسجن الريان في المكلة. وبحسب التقارير الحقوقية الدولية فإن القوات الإماراتية وحلفائها المحليين متورطون في حفلات تعذيب وحشية للمعتقلين في سجونها المتعددة لكسر إرادة المعتقلين. بعد تصريح لخشع قامت العشرات من أمهات المختفين قسريا في عدن بوقفة احتجاجية أمام منزل وزير الداخلية أحمد الميسري، رافعات صورا لأبنائهم المخفيين للتأكيد على وجود سجون سرية على العكس مما صرح به نائبه. وفي رسالة خطية مسربة وجهها معتقلون يمنيون بسجن بئر أحمد الشهير بمدينة عدن، كشفت أن معظمهم من أفراد المقاومة الشعبية وقوات الجيش الوطني الذين شاركوا بالمواجهات ضد مسلحي الحوثي. وتضمنت الرسالة مرفقا بأسماء 23 معتقلا تعرضوا للتصفية في السجون بعد أن اعتقل أغلبهم على أيدي قوات الأمن التي يقودها مدير أمن عدن المقرب من الإمارات اللواء شلال علي شائع، والقيادي في قوات الحزام الأمني التابعة لأبو ظبي منير اليافعي والمعروف بأبو اليمامة. كما كشفت أسماء 23 آخرين صنفوا كمفقودين في السجون السرية، 5 منهم على الأقل اعتقلوا على أيدي قوات التحالف السعودي الإماراتي، والبقية أغلبهم لدى قوات الحزام الأمني وأمن عدن. تخيل يا لخشع، لو أن ابنك في أحد هذه السجون ويعاني وحشية التعذيب والقهر، يا ترى أيكون تصريحك كما هو اليوم؟ وكأن الموت لا يفارق اليمنيين، فمن لم يمت بالرصاص والقذائف والجوع والمرض مات بالتيار الكهربائي، كما هو حال طفل في لحج كما نقل موقع عدن الغد، حيث لقي طفل مصرعه جراء تعرضه لصاق كهربائي في الحوطة. أما عن تفاصيل الحادث فقد أفاد مصدر محلي أن أسلاك عمود كهربائي كانت تمر خلال إحدى الأشجار، وعند قيام الطفل بمحاولة قطف إحدى الثمر لامس السلك الذي يقطف به الطفل سلك كهرباء ليلقى مصرعه صاقا بالتيار. وأوضح مصدر أمني أن أجهزة الأمن سجلت 4 حالة وفاة يلقى فيها طفل مصرع بسبب تلك الشجرة والسلك الكهربائي، ونشد مواطنون السلطة المحلية ومؤسسة الكهرباء قطع الشجرة أو تحويل عمود الكهرباء لمكان آخر نتيجة تكرار مثل هذه الحادثة. وبالحديث عن الطفولة في اليمن أيضا، فكل ما يمر يوم جديد على الحرب يزداد عدد القتلى والمتضررين من الأطفال. فبحسب آخر إحصائية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف ذكرها موقع المصدر أونلاين، فقد قتل وأصيب أكثر من 6700 طفل يمني منذ اندلاع الحرب عام 2015. المنظمة قالت في تغريدات نشرتها عبر حساب مكتبها باليمن على تويتر إن قرابة 358,000 طفل يمني يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد، وأضافت أن هؤلاء الأطفال بحاجة ملحة إلى العلاج. وشددت المنظمة الأممية على ضرورة وقف الهجمات التي تستهدف الأطفال في اليمن.
توجد مصلحة لدى المستبد في إضعاف الدولة تحللا من القيود التي يفرضها القانون، ولذا شهدنا إحياء للقبلية السياسية في معظم العالم العربي، وأخرجت القبيلة من فضائها الاجتماعي إطارا للتواصل والتراحم إلى فضاء سياسي قائم على الاستقطاب والتناحر. كان هذا جزءا من مقال للكاتب ياسر أبو هلالة في العربي الجديد، وفيه تساءل: القبيلة تحت الدولة أم فوقها؟ انتعشت قوة القبيلة في العالم العربي في ظل هشاشة الدولة وانهيار المؤسسات المدنية الجامعة. أدرك المستبدون أنهم بحاجة إلى قوة بديلة للأحزاب والنقابات وأحياناً للدولة تقوم بوظائفها في الرعاية الاجتماعية وصولاً إلى الحماية العسكرية. المفارقة أن الدول الاستعمارية كانت أذكى من المستبدين في فهم منطق الدولة. في الأردن مثالاً لا حصراً، كان من أول التشريعات التي أصدرتها إمارة شرق الأردن في العشرينيات قانون الإشراف على البدو، وهو قانون عسكري يخول قائد الجيش أو من ينيبه مصادرة الأموال والممتلكات وتعيين الشيوخ وعزلهم. توجد مصلحة لدى المستبد في إضعاف الدولة تحللاً من القيود التي يفرضها القانون، ولذا شهدنا إحياءً للقبيلة السياسية في معظم العالم العربي، وأخرجت القبيلة من فضائها الاجتماعي إطاراً للتواصل والتراحم إلى فضاء سياسي قائم على الاستقطاب والتناحر. على القوى الحديثة أن تخوض معركتها مع الاستبداد بذكاء، فالتصدي للاستخدام السياسي للقبيلة ليس استهدافاً للمجتمع وأواصره وعاداته وتقاليده بقدر ما هو حماية لها، فالدولة فوق القبيلة وإلا تحولت كل قبيلة دولة. تجري المبالغة في تقدير قوة القبيلة لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية، وكأننا في مرحلة اقتصاد الغزو، ولعل اليمن المثال الأكثر بؤساً. فالقبيلة لم تصمد أمام استبداد علي عبد الله صالح ولم تمنع غزو الحوثي، وشهدنا كيف دمروا بيت الشيخ عبد الله بن حسين الأحمر الذي كان شيخ حاشد أكبر قبائل اليمن. كان من المفروض أن يحمي اليمن جيش الدولة لا قبيلة حاشد ولا غيرها. في النهاية نجح صالح في تحويل اليمن إلى ميليشيات قبلية ونمى النزاعات الطائفية والجهوية، واليوم يستمر التحالف السعودي الإماراتي بالنهج نفسه وبشكل أسوأ، يشتري ولاءات قبائل ويكون ميليشيات قبلية ومناطقية على حساب الجيش الوطني. لا مخرج للعالم العربي من المأزق التاريخي الذي يعيش فيه إلا بالعودة إلى منطق الدولة، قوة فوق الجميع على أساس الدستور والقانون والعدالة والمساواة. وفي جولتنا بالصحف الفرنسية المهتمة بالشأن اليمني، تحدثت صحيفة لوموند في تقرير ترجمته قناة بلقيس عن محصلة غرق المهاجرين قبالة جيبوتي وصلت إلى 30 قتيلا، فيما لا زالت أعمال البحث جارية قبالة جيبوتي بعد غرق قاربين اثنين لمهاجرين. المنظمة الدولية للهجرة أعلنت في بيان أنه بالإضافة إلى الجثث الخمس التي تم العثور عليها بالفعل مساء الثلاثاء، تم العثور على 25 جثة يوم الأربعاء، وتم أيضا العثور على 16 ناجيا. وقع حادث الغرق يوم الثلاثاء بعد حوالي 30 دقيقة من انطلاق القوارب المزدحمة في بحر هائج في منطقة جودوريا الواقعة شمال شرق جيبوتي، وكانت اليمن وجهتهم. أما عن عدد الأشخاص على متن القاربين فلا يزال غير دقيق في الوقت الحالي، لكن أحد الناجين قدر العدد بحوالي 130 شخصا كانوا على القارب الذي حملهم، لكنه لم يتمكن من تحديد عدد الركاب في القارب الثاني. أما عن آخر أخبار بعثة المراقبين الأمميين في اليمن، فقد نشرت صحيفة العربي الجديد خبرا مفاده أن مجلس الأمن الدولي وافق على تعيين الجنرال الدنماركي السابق مايكل لوليسغارد ليحل مكان رئيس بعثة المراقبين الأمميين في اليمن الجنرال الهولندي السابق
باتريك كاميرد. وبحسب مصدر لوكالة فرانس بريس، لم يعترض أي من أعضاء مجلس الأمن 15 على هذا التعيين الذي كان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قد اقترحه الاثنين، واستنادا إلى دبلوماسيين كانت علاقات كاميرد متوترة مع كل من الحوثيين ومبعوث الأمم المتحدة البريطاني مارتن جريفيث. وبعيد وصوله إلى اليمن، اعترض الحوثيون على تعيين كاميرد واتهمه بعضهم بأن لديه أجندة خاصة، لكن الأمم المتحدة نفت ذلك مشددة على أن الأجندة الوحيدة هي تحسين حياة اليمنيين. وتعرض موكب الجنرال الهولندي في 17 من يناير إلى إطلاق نار لم يوقع إصابات، وقالت الأمم المتحدة إنها لا تعرف المصدر. والآن لنطالع مقالا ضافيا للكاتبة المصرية إيمان النمر، نشره موقع تي آر تي عربي بعنوان الوعي بالتاريخ وسؤال المصير. ناقشت فيه موضوع التاريخ باعتباره وعاء ثقافيا وفكريا وفلسفيا لتطور المجتمعات وأنسنتها. تقول الكاتبة: هناك ماض نطلق عليه تاريخ، وليس كل حاضر يصبح تاريخاً، فالتاريخ يصنع من وعي البشر بزمانهم الذي يعيشونه ربطاً مع الماضي بالنقد والتحقيق. واليوم ونحن نعيش تداعيات المد الثوري الذي حدث في مجتمعاتنا منذ أواخر العام 2010 وما زال يجري بعنفوانه في السودان، إن أهم نظريات تفسير التاريخ تولدت من الثورة الفرنسية وثورة العلم التجريبي في أوروبا خلال القرن التاسع عشر، فظهرت جدلية الأفكار عند هيجل التي طورتها الماركسية ومدارسها باسم المادية التاريخية في ظل صعود النظام الرأسمالي وسيرورة الحركات الثورية بداية من ثورات 1848 التي سميت بثورات الربيع الأوروبي، مروراً بكمونة باريس 1871 وصولاً للثورات الشيوعية في الثلث الأول من القرن العشرين. وفي مثل تلك الأحداث العصيبة يستدعى التاريخ للمساءلة والتفسير ويتجاوز دوره التثقيفي والمدرسي، لكن ما نراه يحدث الآن هو إعادة إنتاج دوائر الصراع التي دارت منذ ما يقارب 150 عام. وفيما يبدو غالباً لا يقرأ التاريخ بمنظور المسؤولية والمساءلة، وكأننا سقطنا في فجوة زمنية على مستوى الحدث والموضوع والمنهج. إن عبء الحدث التاريخي لا يقع على كاهل المؤرخ فقط، وإنما يقتسم فيه عالم الاجتماع بصفة رئيسية، وهو ما يشدد عليه إيمانويل فارلشتاين الذي يرى أن علماء الاجتماع عادة ما يقعون أسر التاريخ المتحرك على السطح، وهو ما يفسر إعادة إنتاج الرؤى الاختزالية التي تنظر إلى الظاهرة الاجتماعية بدون استبصار تبدلاتها التاريخية. وعلى مستوى التنظير السياسي فالشاهد للعيان الآن أن نظريات الشعبوية هي مجال الحديث في العالم بدلاً من اختزال الحدث الثوري في أنه ثورات بلا قائد. يتوجب على علماء السياسة والاقتصاد والاجتماع والتاريخ عمل جهد بحثي متداخل عن تاريخ الانتفاضات والثورات في مجتمعاتنا والكشف عن قواها المحركة وكيفية فعاليتها ومقارنتها اليوم بآليات الرقمنة قبل أن نتخذ نظريات الشعبوية موضة فكرية. مطاردو السحرة في الهند يقتلون سيدة وأطفالها الأربعة، عنوان لصحيفة البي بي سي. وقالت في التفاصيل إن الشرطة الهندية تبحث عن مشتبه بهم آخرين على صلة بارتكابهم جريمة قتل بحق سيدة وأطفالها الأربعة بزعم أنهم سحرة. وكانت الشرطة قد اعتقلت بالفعل 6 أشخاص في ولاية أوريسا شرقي البلاد، غير أنها تعتقد بتورط آخرين في ارتكاب الجريمة، حيث عثر على جثة الأم مانجري موندا وأطفالها الأربعة في بئر تقع على مقربة من منزلهم في 26 من يناير. وقال كافيتا جالان ضابط بارز في الشرطة لبي بي سي، قال إن المتهم الرئيسي الذي اعتقلته الشرطة
زعم أنه معالج للسحر، والذي اتهم موندا وأطفالها بترتيل التعاويذ. ثم في 25 من يناير اقتحم مجموعة من الرجال منزل موندا في وقت متأخر ليلا، وكانت نائمة هي وأطفالها الأربعة، ولدان وابنتان تتراوح أعمارهم من سن عام إلى 12 عاما، وهجموا عليهم بهروات خشبية وفأس قبل إلقاء جثثهم في بئر. يعيش عشرات الملايين في الولايات المتحدة أجواء طقس سيء للغاية أودى بحياة 7 أشخاص على الأقل. ومع انخفاض درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها منذ عقود، نشر موقع شبكة البي بي سي مجموعة صور تعكس مدى سوء الأوضاع ومعاناة الأمريكيين من موجة برد غير مسبوقة. نتابع. وماذا تقول لنا الريشة اليوم؟ هذا ما نعرفه من خلال رسوم الكاريكاتير التي نشرتها الصحف. نتابع. بهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم. شكرا على المتابعة. إلى اللقاء.